أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لنا ليلة القدر هي خير من ألف شهر وأفضل أفراد الزمان وشرع لنا الاعتكاف في بيوت الرحمن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد أهل البوادي والعمران صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سادات أهل الإيمان والعرفان أما بعد فقد دخل العشر الأخير من رمضان هو زمان الاعتكاف وزمان تحدي ليلة القدر لنيل الأجر والرضوان وقد نطق بفضلهما الحديث والقرآن فقد قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وقال الله تعالى ليله القدر خير من الف شهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاه والسلام فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها وقال عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وقال سعيد بن المسيب من شهد ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها وكأنه تفسير للمرفوع من حرم خيرها فقد حرم فالذي شهد في جماعة لم يحرم خيرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. কাতার সোজা করতে আমরা একে অপরকে সহযোগিতা নিচে উপরে আমরা যেখানে আছি খেয়াল করে সামনে অগ্রসর একটু কষ্ট হলেও সামনে অগ্রসর কোন অবস্থাতেই যেন সামনে খালি জায়গা না থাকে। মেহরবানি করে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখো, যাদের কাছে মোবাইল আছে খেয়াল করে বন্ধ রাখো। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مصلين الكرام مسجد دان بخشي دان كره صدقه جاريه شريكون. الحمد لله. اللهم انت السلام. سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجرنا وخلصنا من النار. اللهم اجرنا وخلصنا من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله مدر حسن بقبول منزل فرما. يا الله مدر نماز روزا قبول منزل فرما. يا الله مدر دان خيرات قبول منظور فرما. يا ارحم الراحمين ابشر ত্রুটি বিচ্যুতি হইতেছে يا الله. يا الله مدر ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে না চায়া নিজ দয়া গুণে قبول منظور فرما. الله رمضان প্রায় শেষ হওয়ার পথে يا الله. الله জানি না আমাদের গুনাহের ব্যবস্থা হইছে কি. يا ارحم الراحمين مدر زنده مدى شبير معاف فرما. حضرت آدم عليه السلام تكني اي فرجم تجت مؤمن مؤمن مدى بسن شبير معاف فرما. درگر قبرستان جنا شهيد شبير معاف فرما. حضرت شاه جلال مجرد يمني رحمة الله عليه امام شاه بزر رحمة الله عليه شهاب. এই সমস্ত আকাবেরিন মুত্তাকি পরহেজগার মানুষেরা শহীদ সবাইকে মাফ ফরমাও. সকলের দারাজা বুলন্দ ফরমাও. ইয়া আল্লাহ আমরা যারা আকবরাইছি আমাদের বংশের গোত্রের সকল মুর্দেগানে মাফ ফরমাও. আব্বা আম্মা দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি সহ ইয়া আল্লাহ যারা এই কবরের বাসিন্দা সবাইকে মাফ ফরমাও. যারা জীবিত নেক হায়াত হায়াতে তৈবা দান ফরমাও. প্রত্যেকের মনের সমস্ত নেক কামনা বাসনা জায়েজ মাকাসিদ পূরণ ফরমাও. ইয়া আল্লাহ যত অসুবিধা সমস্যা আছে দূর ফরমাও. ইয়া আল্লাহ আমাদের জায়গা তো আটকে রয়েছে আমাদের উদ্ধার ফরমাও. অভাব অনটন দূর ফরমাও. ঋণ পরিশোধের তৌফিক দান ফরমাও. হালাল উপায়ে বেশি বেশি অর্জনের তৌফিক দান ফরমাও. ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় যত পরেশানি আর বিশৃঙ্খলা আছে দূর ফরমাও. ইয়া আল্লাহ বিশ্বের মজলুম মুসলমানদের সাহায্য দান ফরমাও. মজলুম ওলামায়ে কেরামদের সাহায্য দান ফরমাও. আল্লাহ বিশেষ করে মজলুম মানুষ যারা কারাগারে আবদ্ধ ইয়া আরহামার রাহিমিন ঈদের আগে আগে তাদের কারামুক্তির ব্যবস্থা করে দাও ইয়া আল্লাহ. ইয়া আরহামার রাহিমিন দেশের শান্তি বিরাজ করে দাও ইয়া আল্লাহ. হেদায়েতের হাওয়া পরিপূর্ণভাবে চালু করে দাও ইয়া আল্লাহ. ইয়া আল্লাহ পরস্পর মিল মহব্বত আন্তরিকতা দান ফরমাও. পরস্পরের হিংসা বিদ্বেষ দূর করিয়া আমাদের সুন্দরভাবে চলার তৌফিক দান ফরমাও.
جان مال عزت ابرو حفاظت فرما يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا علام رفقه تقي اي مهورتي اقا امام دار تاج دار مدينه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعظم بركه وشنكابني تو صلاه وسلام فوجي دويا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.